بعد الأزمة اللي حصلت مؤخرا، من وجهة نظرك شايف مين اللي يستحق لقب نادي القرن، الأهلي أم الزمالك؟ الزمالك طبعا. الزمالك هم مشكلة الأهلاوية شايفين إن السبع ألقاب اللي هم واخدينهم أكبر من التسعة، فمش عارف إيه هي دي مشكلة الأهلاوية، بس إن هم دايما فاكرين إن هم أكبر من الزمالك في كل حاجة. الأهلي طبعا. اولا هو اللقب دوت طلع على الاهلي الاول، يعني الزمالك ما عملش كده غير ان هو بيقلد. زمالك عشان انا بشجع الزمالك، والزمالك عامه من زمان قوي يعني، وهو يستحق اللقب ده يعني. الاهلي عشان انا اهلاوي يعني. واسباب كرويه ايه هي؟ هو انا كنت متابع الموضوع، فسمعت ان الاهلي قعد 4 سنين ما يخشش البطوله العربيه، بطوله افريقيا يعني، فهم قالوا بالارقام ان هي لصالح نادي الزمالك يعني. لقب نادي القرن ده محسوم للاهلي، لان هو الحكايه مش حكايه البطولات، لان انت دلوقتي لما بوصل مثلا دور 8 او دور 4 زي ما باخد فلوس باخد نقط يعني. انت خدت ساعتها، انت وصلت دور 8 مثلا بتاخد مبلغ معين وبتاخد قصاده نقط. الزمالك 9 بطولات بس، في تقريبا بطوله افريقيا دي ما كانتش محطوطه في الحسبان، فهي مش 9. الاهلي 7 بس، انا وصلت كم مره قبل النهائي، وصلت كم مره نهائي باخد نقط. لا والله هو اللي يستحق اكيد يعني الاهلي، هو بعدد البطولات بكل حاجه يعني، ما فيش داعي للي بيحصل ده اساسا يعني، هو الموضوع محسوب. والله خلال وجهه نظري الشخصيه يعني، انا شايف ان الزمالك هو اللي استحقها يعني. السبب ان الزمالك ادى بشكل كبير جدا، ومجهوده بصراحه اللي قام بيه طول الفتره في الدوري وفي دور الموسم بصراحه كان هو شايف ان هو يستحق. الاهلي طبعا يعني. المقاوية نادي واخد الدوري 46 مرة والزمالك 14 ولا 13 مرة، فما فيش مقارنة يعني الصراحة. وانا اهلاوي. الاهلي طبعا. الاهلي طبعا هو اللي يستحق، الزمالك لا، عشان البطولات اللي قدمها والجمهور بتاعه اكبر من جمهور الزمالك.